صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إذاعة إتخاجو معكم مباشرة، باقي معكم مباشرة على إذاعة إتخاجو، باقي لنا في الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية مباشرة من مقر إذاعة إتخاجو. صباح الخير حاتم. صباح النور مامو، كلشي بخير الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. بزاف الأخبار، كاين بزاف المسائل غنسمعوها، خصوصا التصريحات ديال وزير الداخلية البارح اللي قال كاين بزاف ديال لي زارتيكل على شنو قال البارح. المغرب اتخذ قرارات شجاعة جنبته أخطار كبيرة، أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت البارح على أن القرارات الشجاعة التي اتخذها المغرب في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا مستجد جنبت البلاد أخطار كبيرة. وقال السيد الفتيت في معرض ردي على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي يتمثل في حماية البلاد من خطر هذه الجائحة، مشددا على أن حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي مستمرة إلى غاية 10 يونيو الجاري حتى تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الأمور. من جهة أخرى لفت السيد الفتيت إلى هناك عدد من المعامل والقطاعات لم يتم منعها بل توقفت لوحدها نظرا للخوف من الجائحة، وهو حال أوراش البناء، حيث أكد أنه ليس هناك قرار إداري يوقفها. على صعيد آخر تطرق السيد الفتيت لموضوع المستفيدين من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، مشددا في هذا الصدد إلى أن هذا الدعم مخصص لتعويض الأشخاص الذين فقدوا مدخولهم جراء الجائحة، ومذكرا بأن 4.5 مليون أسرة استفادت من الدعم بالإضافة إلى مليون عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أن مليوني شخص قدموا شكايات بعدم الاستفادة من الدعم، 800 ألف تمت الموافقة على طلبهم، 400 ألف تم رفضهم، و 800 ألف أخرى يتم دراسة ملفاتهم. وبخصوص المغاربة العالقين بالخارج، أبرز السيد الفتيت أنه سيتم حل المشكل في القريب العاجل. الطريقة الهضرة أنا عجبني، طريقة الهضرة عادية نورمال، كيهضر مع الجميع كيجاوب الجميع على مسائل اللي هي واقعية اللي يكونوا عايشة واللي عايشوها واللي عايشة الناس يدبروا هاد المسألة هادي. وعادي جدا تلاحظوا أنه كيتكلم معاهم بطريقة عادية جدا، كيجاوب كل شيء، كيقول الصراحة هادشي اللي خاص وهادشي اللي بغينا. هادشي اللي كاين هاد المسألة اللي قالوها ديال الناس اللي داس اللي مشاو ما كيستحقوش، راه كاينين هادوك اش غادير لهم؟ هادوك اش غادير لهم؟ صح، هادوك بينو بين راسو هذاك إلا واحد ما كيحشمش باش تمشي كثير واش داروا فيديوهات وبانوا الناس وبانوا بزاف الناس، ولكن كيبقى واحد اقليه قليله الناس يديروا هذا التعامل هذا. ما عندهم ضمير الوطني، ما عندهم والو كاع، ماشي كيتزاحم مع الناس اللي محتاجين. قال وزير الشغل والادماج المهني محمد مكراز نهار 30 الحكومه في طور تنزيل المشروع التغطيه الصحيه والتقاعد للعمال المستقلين. واكد السيد الوزير في عرض قدمه حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امام لجنه المراقبه الماليه العامه بمجلس النواب ان المشروع يستهدف ما يزيد عن 5 ملايين من العمال المستقلين فضلا عن ذوي الحقوق، مما سيمكن من ضمان استفاده ما أزيد عن 11 مليون مغربي. وبذلك يبرز الوزير وبدأ تنزيل القانونين 98-15 و 99-15 متعلقين بالتغطية الصحية للمستقلين وتعاقدهم، سيستفيد ما يزيد عن 90% من المغاربة من التغطية الاجتماعية. وبعد أن أشار إلى 64% من المغاربة يستفيدون اليوم من التغطية الصحية الأساسية، أكد السيد مكراز أن الوزارة تشتغل بوتيرة أكبر خلال المرحلة من أجل تنزيل القانون 98-15 و 99-15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، حيث صدرت إلى حدود اليوم جميع القرارات التنفيذية لهذين القانونين، وبالتالي دخل حيز التنفيذ مذكرا في هذا السياق بالصدور مرسومين فئويين، الأول خاص بالعدول والثاني بالقابلات والمرودين الطبيين. وأضاف المسؤول الحكومي أن الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات قصد إصدار مراسيم خاصة بها، حيث تم إنهاء التشاور مع فئات المفوضين القضائيين، فيما التشاور مستمر مع العديد من الفئات من قبيل تجار مهني النقل، تاكسيات، فلاحين والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين. مهم جدا، مهم التغطية الصحية والتقاعد بزاف. وأشار الوزير إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصل اليوم إلى 3 ملايين منخرط، مشيرا إلى أن المشاريع التي جاءت بها الحكومة للحماية الاجتماعية ستمكن من مضاعفة هذا الرقم أكثر من مرة، إذا يرتقي بأن يصل إلى 8 مليون، وذلك بعد إضافة 5 ملايين عامل مستقل. بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، ذكر بأنه تم إصدار مرسوم رقم 2/18-686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعاملات والعمال المنزليين بتاريخ 3 يونيو 2019، الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي على المرض. ونتمنى الله حيت الإشارة تلقى شحال القانون تلقى شحال اليوم وما تطبقش، النهار اللي قلبوا لقاو مع شي 10 اللي دايرين لهم الأوراق ديالهم. وتابع أن عدد العمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ
1105 عامل وعاملة، معتبرا أن الأمر يتعلق بإنجاز مهم لأن هذه الفئة كانت منسية، مشددا على أن الوزارة تشتغل اليوم بتنسيق مع النيابة العامة من أجل ترسيخ آليات لضبط هذا المجال والاستغلال فيه بكيفية متدرجة وتطويره. نعم إن شاء الله. وده 1105 حشومة، وده 1105 قليل بزاف جدا. فرنسا شي البارح آلاف المتظاهرين في باريس لاحتجاج على العنف في الشرطة والمطالبة بمحاسبة قتلة أداما تراوري. أداما تراوري وقعت 2016 وي قديمة. تظاهروا الآلاف في العاصمة الفرنسية نهار البارح لاحتجاج على عنف الشرطة والمطالبة بمحاسبة قتلة أداما تراوري الشاب الذي لقي حتفه عام 2016 أثناء استجوابه به من قبل الشرطة. وتأثرت هذه المظاهرة بشكل واضح بالمظاهرات في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة أثناء عملية توقيفه. داك الشيء وقع في الميريكان اتصرع لفرنسا وخرجوا تاهما يفكروا في داك الشيء اللي وقع في 2016 وخرجوا به وباه خرجوا بزاف. انا تعجبت تنشوف داك لي زيماج مجموعين بزاف اون فري مانيفيستاسيون يعني شي حدا شي والغوات لي سلوغون وكلشي تنقول اوا واش هادشي دابا ولا قديم ولا كيفاش واش كورونا ما بقاتش عندهم دابا تنقول الله يحفظ ولا يعني مور هذيك لا مانيفيستاسيون اللي داروا كسوا تما في فرنسا ولا في امريكان بلا سميتو لي روتومبي ديالها الله يحفظ وصافي اونيفو ديال الكوفيد 19 حيت اختلاط كبير كبير ديال الناس. البحث صور عاوتاني صور ترامب تا هو كان خارج البارح مع الناس ديالو ناس المكتب ديالو حتى واحد فيهم داير كمامه اوباما كذلك كلشي استغرب على القضيه حتى ما داير كمامه حتى ما والو خارج حيل نساو كاع شنو واقع وان الموضوع نيميرو 1 اللي ولا دابا هو الاساسينا ديال فلويد. هو دايرين اللي ليها ليها وتأثير المظاهرة التي وقعت امام قصر العدالة اكبر محاكم العاصمة ضمن موجة احتجاجات عالمية ضد ظواهر العنصرية وعنف الشرطة المفرط بحق الاقليات بعد مقتل الامريكي الافريقي جورج فلويد اثناء توقيفه بمدينة مينيابوليس بالولايات المتحدة عندما ضغط احد رجال الشرطة بركبته على عنق فلويد الى ان فارق الحياة مختنقا. ورفع المتظاهرون في العاصمة الفرنسية شعارات بلاك Lives Matter حياة السود ذات قيمة وأي كانت I can't breathe اللي كان كيقول هو والعدالة لآدم. وحصلت بعض المواجهات والتراشق بالحجارة خلال المظاهرة وأشعل بعض المحتجين النار في حاويات القمامة قبل أن تفرقهم الشرطة إلى الشوارع الجانبية لساحة بلاس دو كليشي حيث يقع قصر العدالة. مش وقت هذه ماشي وقت احتجاجات وتجمعات ولا نهائيا. نحضر السلامة نحضر السلامة 2020 عجيبة عجيبة وغريبة فخوة كان في الأول العام الأخر 2019 كنت كنقول بزاف ناس قلت لهم 2020 حاسة توقع في حاجات تكون شي حاجة عام سبيسيال شميتي يا مقدر عادي ولكن صراحة كنت خمم في هذا سبيسيال هذا ماشي لهذه الدرجة ماشي هذا اللي كنت خمم فيها أخويا كنت خمم شي حاجة زعما زوينة زعما شي حاجة توقع شي ايفينمون المهم تبنى الله باقي مازال مازال إن شاء الله تكمل مزيان. رئيس ديوان وزير الصحة يستقيل من منصبه. علمت جريدة العمق من مصدر موثوق أن الإسماعيلي العلوي مولاي مصطفى رئيس ديوان وزير الصحة خالد أي طالب قد قدم استقالته من منصبه ولم تتمكن جريدة من معرفة الأسباب الحقيقية لاستقالة الإسماعيلي من منصبه غير أنها تأتي في وقت تعيش فيه الوزارة غليانا داخليا إثر خلاف بين مسؤولين كبار بالوزارة ومقربين من الوزارة من الوزير. وسبق لمدير مديرية الأوبئة أن أشار استقالته في وجه الوزير بسبب خلاف بينه وبين الكاتب العام بالنيابة الوزارة ومستشار الوزير قبل أن يتراجع عنها بعد تدخل جهات عليا. معناته أنه باقي ياك وبون جميع الحاج ماشي وقت الخلاف هذا وقت النقاشية وقت الحوار إيه هيك قلنا هاتي مخصوش يأثر كاع على السير ديال وزارة الصحة. صراحة ماشي وقيتو كاع نهائيا لأنهم يناقشوا زعما وان واحد يدافع على لو دوسي ديالو هادشي اللي صالح للمواطنين المغاربه نقولوا تيناقشوا واحد الموضوع متفقينش انا عندي واحد البروبوزيسيون حسن من ديالك وناقشوها وكل شيء ولكن الا كان له شي خلافات اللي هما بعاد على هادشي شي شويه هو صراحه ما غاديش نعرفه لا حتى ما غادي يعرف هلو. ما يقولوا والو التواصل ما كيعرفوش ليه وزير الصحه بين على واحد على واحد المستوى طايح بزاف في التواصل وفي الهضره مع داكشي اللي وقع السمانه اللي فاتت خرج كيقول في مجلس كيقول واحد الهضره اللي ما كايناش كيقول واحد الهضره اللي هو ما عرفش شنو كيقول هو دابا كيف ما العاده هو مابقاش كيهضر
هو ما بقناش كنسمعوه كاع بحالو بحال وزير العدل حتى هو اللي ما بقناش كنشوفو مده وما بقناش كنشوفو حتى هو ما بقناش كنشوفو بقى يقول حتى شي حاجه اليوبي ما قال والو فاش عيطوا عليه واش تقدم استقاله ما قدمش استقاله كما قلت انت حاتم ديك النهار انه هاد الناس هادو خصهم يكونوا واحد شويه ديال الاحترام مع راسهم هما نيت ومع المغاربه وجوج حوايج يا اما يخرجوا يهضروا معاهم مساله اللي ما غاديش يديروها لا كنظنش انهم عندهم جرأة وشجاعة لا ماشي بشتاق مسألة جرأة وشجاعة مسألة ديال عندهم واحد كاين شي حاجة اللي احنا ما عارفيناش اللي هما بوحدهم عارفينها وما يقولوهاش لك هاد القضية هادي صعيبة وما عارفين حاجة وما يقولوهاش لك وانت ما تعرفهاش وما يقولوهاش لك داكشي علاش كيفتحوا البيبان لواحد يبدا يقول اللي بغى يبدا يدير اللي بغى دابا شوف اليوبي بقى يمشي داك يرجع حنا ما شغلناش حنا الامور خاصها تدوز بخير يبقى يمشي يمشي وزير الصحه ما يبقاش حنا زعما ما شغلناش بسان من انه ما كيبينوش ما كيهضروش ما كيديروش ديكلاراسيون الا عيطت عليهم سولتهم ما غاديش يجاوبوك حيت واحد المساله واحد لقيتها ولاو مع بعض المسؤولين في المغرب ما بقيتش كاع كتسولهم كاع لان واخا غتسولهم ما غاديش يجاوبوك ويلا 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 النهار وناضج تقول عليهم شي حاجه يقول لك علاش قلتيها وعلاش ما سولتينيش واحد لقيت هادشي كامل دابا حنا المهم هو انه الناس والناس يكونوا بخير وهاد الامور كيف ما بدينا مزيان تكمل مزيان الخلافات قدم استقاله الاخر مشى الاخر بقى دبروا راسكم بيناتكم هادشي ديروا اللي بغيتوا دبروا راسكم داكشي اللي خصو يتدار انا رتحني والله الا وزير الداخليه غنبغي نسمعوا قسما بالله عرفتي وقال واحد الجمله انا رتحتني انا لقيتها كاع قال عارفين راسنا فين غاديين بتابات عارفين راسنا فين غاديين بتابات وقال 100 تخميمة وتخميمة ضربة مقص زعما انا كنا كنخمو في حوايج بزاف راه 100 تخميمة 100 تخميمة وتخميمة ضربة مقص هادشي عادي هادشي عادي داروا خدمة مزيانة بداو مزيان كملوا مزيان كاينين الوزراء والمسؤولين اللي او توب ما كيما تقول والو او توب سمعنا اليوم وزير الداخلية قال بحث في مجلس المستشارين هضرة عادية نورمال هذيك انت تكون متأكد من راسك وعندك لي زانفورماسيون وعارف شنو تقول شنو تدير ساهلة تيسهل عليك لو ديسكور واش هي اللي ربحات معنا باكوتوبية واحد النهار كان في الاخر واش كان نهار ماشي نهار العيد لا ماشي نهار العيد ابخي العيد جو بونس ابخي شي دوز ابخي العيد بعد العيد وقيلا ثاني عيد ياك ثاني عيد ثاني عيد عيطنا ليك وربحتي وقلتي لانه انت كنتي قبل من الحجر الصحي كنت غتبني واحد الوليد من واحد الجمعيه كاينه في طنجه وانه قلتينا نصيفطو هذاك الشيء اللي ربحتي نصيفطوه ل نصيفطوه لديك الجمعيه وقلت لك انايا غادي نصيفطو ثلاثه ديال الباك كتبيه باش يلايك فيهم الناس ديال كتبيه الله يجزيهم بالخير قرروا انه انت تصيفطو لك ديالك وهذوك الناس وهذوك الناس يتصيفطو لهم يصيفطو لهم داك الشيء باش يكفيهم اخبارك شنو وقع اخبارك شنو وقع بوسرا لا في خبري اتصلت انا بلاسوسياسيون وصيفطوا لي دي فوتو غصيفطهم لك في واحد الواتساب صيفطت لك دي فوتو ديال لو باكيل كي لا روسي لاسوسياسيون ما عرفتش واش وصلك ولا لا ولا لا هذوك الناس الله يجزيهم بالخير وصلتهم السيدي وصلتهم 110 الكيلويات ديال المنتوجات الكتبيه اللي وصلتهم بصحتهم وراحتهم الصحه الله يجزيهم بخير وانت يا بوصر الله يجزيك بخير ما كانش خبارك 110 ما خبارك 110 ياك لا ما خباريش انا صيفطوا لي لي فوتو ديال الباك ميو صيفطوا لي لي فوتو ديال الباك كتبيه سولتهم على ديال داري باقي ما جاوبونيش واش وصلهم ولا ما وصلهمش قلت لهم واش وصلكم ديال داري صيفطنا صيفطنا كلشي تصيفط كلشي تصيفط كلشي تصيفط لا ايوا بيان الله يكثر خيركم والله يكثر جو سي ان ريميرسي بار لوكازيون الناس ديال الكتبيه وانتم انتم اللي كنتوا طريق فهاد الخير هذا ها هو والله الله يعاونكم وميرسي بزاف بزاف اللي فرحتوا هذوك الوليدات مساكن صحتهم صحتهم وراحتهم استاروا كثر بالصحه وراحه مرحبا رميسه اش كانت من طنجه اش اخبارك انت كي داير مع النفسي ديالك مع الحجر الصحي الحمد لله النفسيه دابا بدات كترجع مزيانه حيت الحمد لله انا بديت الخدمه ديالي البارح والحمد لله المهم دوزنا واحد دو موا ديال الكونفينمون ولكن دازت الحمد لله مزيانه النفسيه بدات كتعوض يعني الحمد لله وصافي يلا خويا اول نهار اليوم خرج عاود المغامره ديالك اليوم اخويا خرج وشت لبست حويجاتي وشت داك الشيء ديال التعقيم باش نعقم في قلب الطوموبيل وجا في عمرش وخرج انا دابا يلا خرج نقول لك واقيلا ميم با واحد 2 كيلو ناخذ بهذا الدروس ايوا طرق سلام اخويا كلشي مزيان اللهم لك الحمد خدمتي رجعتي خدمه جالس في الدار شو درتي في الحجر الصحي
انا خدام اخويا خدام من بدا الحجر الصحي وخدام لان احنا الترونسبور لا لوجيستيك ما حبسناش المورال في الاول كان فريمون مورال طالع كان مزيان الناس كلشي داخلين الدار دونك انت كتحس براسك تدير شي حوايج مزيانين تتعاون مع الناس مي خويا الصراحه ابخي طاش الخو دابا الناس وسميتو بديت شويه تنتخلع باسكو الصراحه ولات الوقت كتخلع دابا الناس مابقاوش كيديروا احترام الحجر الصحي كيديروا شكمامه دونك داكشي ولا تيخلعني بزاف هادشي اخويا مومو هو اللي وقع عندنا حنا واش الناس اللي ما كيقدير الكمامات واش الناس اللي كيديروا الكمامات اكثر من الناس اللي ما دايرينش كمامات انت في البلاصه اللي فيها انت بيرسونيلمون جو بار بيرسونيلمون على الدومين والبلاصه فين كاين الناس ما بقاوش كيديروا الكمامات ما ولاو تيجلسوا مجموعين ما تيحترموش في الاول جافي لا ريسبونسابيلتي انني واحد لونطوغاج فاش كنقول الناس ديروا كمامات ونتبز معاهم ونحاول ننصحهم وابخي دابا من بعد ولاو تيقولوا لي داكشي كنتي كتقول لنا راه ما كاينش راه هادشي راه ما كاينش راه ما كاين كورونا ما كاين مالو الصراحه دابا هادشي اللي كنت البال حنايا هادشي الصراحه تولي تحس راسك ديالك في الديفو انت اللي صبابا انا بغيت نسول الناس واحد السؤال هي اللي هو واش كاين اللي شك فينا انهم ما غنكملوش او لابد يكونوا صراحه واش كاين اللي شك فينا انهم ما غنكملوش الحجر الصحي هنايا انا شكيت فينا بالعاده انا واحد الوقيته قلت ما هادشي ما صباباتش دابا انت كنتي شك فينا لا 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 كاريمو انا تنصنت لكم من دوبوي لونطون و انا فاش زاد في لابيريود ديال الحجر الصحي وبقيتو تما فين تاكدت بلي راه ماكم ما غاديش تخليو هادشي هذا ما كاينش كلمه واحده زعما عارفكم وتبارك الله عليكم وشكرا بزاف على هادشي اللي ديرو راه ما ساهلش راه ساعه اللي وديما تنتبع الصفحه ديالكم في فيسبوك دابا تشوف الطاوله تلحو زعما لحت العوان والله يعطيكم الصحه وشكرا بزاف على هادشي اللي ديرو هذا واجب حبيبي هذا واجب هذا واجب حضرتك سي والله يحفظك وي سيدي انت شكيتي فين انت باينه الله سيدي شوف الله سيدي ما شكيتش فيك السي مومو انت كي داير الامور بخير اذا انت حجر صحي خدام جلتي رجعتي ما وقفنا احنا في الحجر الصحي ما وقفناش كنا خدامين ولكن درنا داك الشيء اللي خصو يتدار زعما نقصنا الناس نقصنا درنا لي ميزور دو سيكوريتي ودرنا كل شيء الامور في لوزين ديالنا كان داك الشيء امور مقاده مزيان الحمد لله خويا الو بارازار راك في الدار تيري تيري ولكن انت ما كاينش في الدار انت ها ولكن ما كاينش في الدار انت لا اخويا في الدار الكراج اخويا وصلت يا اخويا لسه مسكش اخبارك كلشي بخير الله يسلمك صافا با مومول لي اختي كما كتدير مرحبا اخاي مرحبا الله بالا اخاي وتبارك الله عليكم اخاي مرحبا سيدي الله يدرك اخاي كلشي كيقول عليك في المغرب كامل اخاي ديالي كونفينمون كومي لو فو ايوا هذا واجب اخويا على الراس العين اخويا وي اخي والله اخويا يوميا كنسمعوكم وكنتبعوكم اخاي زعما ونسونا في هذا الكونفينمون تبارك الله عليكم اخويا تشمريت كاع لو بونور ان شاء الله الله يحفظك اسيدي الله يحفظك اخويا سميتك سميه الله يسهل امرك اخي الله يحفظك حبيبي في محمد فين المدينه تطوان اخي مشرفين حبيبي ايوا غادي نصيفطوا لك اسيدي غادي نصيفطوا لك باك ميو فيلو جافيل وبصحوق ديال الماكينه الصابون وبصحوق ديال المعان وغبره وجيل وبرودوي ديال السياق وجيل انتي باكتيريال كلشي فيه اخويا بصحتك وراحتك بالصحه